السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدارس هبة الله، طلاب الصف السادس في مادة التربية الإسلامية، الصف السادس الفصل الثاني، درس الإصلاح بين الناس. طلابنا الأحباء، في هذا الدرس، الدرس الثامن الذي هو بعنوان الإصلاح بين الناس، يبين لنا هذا الدرس ضرورة الإصلاح بين الناس، بل المسارعة إلى الإصلاح بين الناس إذا كانوا متخاصمين. إذا الأصل في علاقتنا مع بعضنا أن تكون مبنية على المحبة والألفة والرحمة والمودة والتسامح. إذا الإسلام دين الرحمة والمودة والتسامح، ويدعونا دائما إلى العفو والصفح والتسامح والعفو عن الآخرين. هناك قصة جميلة أريد أن أرويها لكم في بداية هذا الدرس. في يوم من الأيام، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة عندما خرجوا من المسجد، قال لهم: الآن سيخرج عليكم رجل هو من أهل الجنة. فأراد عبد الله بن عمر أن يعرف ما هي الأعمال التي قام بها هذا الشخص حتى يستحق بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فذهب ليراقب هذا الرجل، فنزل طلب من هذا الرجل أن يضيف عنده في بيته أو في منزله. فاستضاف هذا الرجل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيته. فهذا الرجل، طبعا عبد الله بن عمر راقب هذا الرجل، كان لا يقوم الليل، وكان يؤدي الصلوات كاملة، وكان يعني غير صوام في ذلك النهار أو في هذه الأيام، وغير صائم. فتعجب بعد استضافته من قبل هذا الشخص أو هذا الصحابي، قال له، أخبره بقصة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما يعني أردت أن أنا متعجب، ما هي الأعمال التي لقد وجدتك أثناء استضافتك لي في بيتك، وجدتك رجل إنسان عادي تقوم بصلاتك المفروضة من غير زيادة، ولا تقوم الليل، وغير صائم في النهار، فما هي الأعمال التي قمت بها حتى تستحق بشارة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له ذلك الصحابي: إنني أقوم بهذه الأعمال أو العبادات التي رأيتها، لكن أنا أقوم بعمل بسيط جدا الجميع يستطيع القيام به. عند كل ليلة أضع رأسي على مخدتي أو وسادتي، أقوم بمسامحة كل من آذاني في ذلك اليوم. وهذه القصة تدل على التسامح، فالإنسان إذا سامح غيره وتصالح مع غيره، الآن ينظف قلبه، يكون عامر بالإيمان، ويلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في قلبه ضغينة. فالأصل في، كما قلنا، الإسلام، أن الإسلام دين رحمة ومودة وتسامح. نشاهد في الصورة الأولى أشخاص كانوا متخاصمين مع بعضهم البعض، وقام هذا الشخص الثالث بالإصلاح بينه وبين أصدقائه، فهذا له فضل عظيم. ما هو فضل الإصلاح بين الناس، وما هو الإصلاح بين الناس؟ رح نتعرف عليه في هذا الدرس. أيضا الصورة الثانية تبين أن الإنسان يكون متسامح مع غيره، يقبل على التصافح مع زملائه، يسامحهم، يتصافح معهم، يسلم عليهم إذا التقى بهم، ويكون دائما مبتسم الوجه. فهذا هو ما علمنا إياه ديننا الحنيف ونبينا الكريم. أيضا علمنا كما نشاهد في الصورة الثالثة، دائما إذا تخاصمنا مع غيرنا أو أسأنا من دون قصد، أن نعتذر دائما ونقول أنا آسف، كما هو في الصورة لدينا. إذا الإنسان دائما يكون متسامح مع غيره، يعفو عن الآخرين، يعاملهم بحب وإخلاص وعفو. الصورة الثالثة تبين لنا كلمة التسامح، وهي ينبت منها الورد، ينبت منها الابتسامة، ينبت منها العفو عن الآخرين، ينبت منها نظافة القلب وسلامته من الضغينة ومن الكره والبغض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم من الأيام لصحابته الكرام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. يعني أرادوا الصحابة أن يتعلموا، كانوا يحبوا أن يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، أي أن نصلح بين إخواننا المتخاصمين. خلينا ننتقل طلابي الأعزاء لتعريف الإصلاح بين الناس، وما هو فضله، وهل يجب علينا الإصلاح بين الناس أم لا، أي حكم الإصلاح بين الناس. ننتقل سويا إلى الموضوع الذي يليه. طلاب الصف السادس، الآن راح نتطرق لمفهوم الإصلاح.
ما معنى الإصلاح بين الناس؟ طبعا بداية الإصلاح بين الناس قلنا هو من العبادات العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلح بين الناس هو عبادة عظيمة يجب علينا كلنا أن نفزع إليها وأن نصلح بين المتخاصمين وأن نعيد المياه إلى مجاريها. فمن الأفضل ألا ننتظر أو لا ينتظر قلنا المصلح حتى تخف حدة الخلاف، بل يجب علينا أن نسارع إلى الجلوس مع المتخاصمين وسماع كل من الطرفين أو كلا الأطراف، وأن نصلح واختيار الكلمة الطيبة واختيار العبارات اللائقة. ومن آداب الإصلاح بين الناس أن نستمع إلى الطرفين، أن نستمع إلى الطرفين وأن تكون التعامل معهم بسرية تامة، وأن نوضح لهم أن الإسلام ونذكرهم بأن الإسلام هو دين الإصلاح ودين التسامح ودين العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الإصلاح، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا مثولا لهذه امتثالا لأمر الله تعالى في هذه الآية يجب علينا المسارعة إلى الإصلاح بين الناس. فما هو مفهوم الإصلاح؟ قلنا هو السعي لحل المشكلات والخلافات بين الناس والعمل على تحقيق المحبة والمودة وأن نعيد المياه إلى مجال جاريها، أن نعيد المودة والمحبة بين الناس. وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل الأعمال، أي من أفضل الأعمال، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين. وهذا الحديث نؤكد عليه أكثر من مرة، قلنا لأهميته العظيمة. ننتقل لفضل الإصلاح. ما هو فضل الإصلاح؟ ما هو فضل الإصلاح؟ ما هو ثواب الإصلاح بين الناس؟ ما هو ثوابه؟ وعند الله سبحانه وتعالى أفضل من عبادات، أو عند الله سبحانه وتعالى أفضل درجة من الصلاة ومن الصيام، كما قلنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه في قبل قليل. إذن هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الصدقة والصيام والصلاة. ننتقل لحكم الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس، لو سألتك في الامتحان ما حكم الإصلاح بين الناس، هل يجب علينا جميعا أن نصلح بين الناس؟ نقول: نعم، يجب على كل مسلم أن يتحرى الإصلاح بين الناس ولا ينتظر حتى تكبر المشكلة، فيجب علينا أن نسارع إلى الإصلاح بين الناس. إذا واجب الإصلاح بين الناس، واجب، أي يجب على كل مسلم منا أن يصلح بين أخويه المتنازعين، لأن ذلك الإصلاح يزيل الكراهية. إذن المشاكل أو الخصومات تزيد من الكراهية والبغضاء بين الناس، فأنا كمسلم يجب عليه أن أزيل هذه الكراهية والبغضاء بالإصلاح بين إخواني المتخاصمين. الآن طلابي الأحباء، رح نتكلم الآن عن موضوع آداب الإصلاح بين المتخاصمين. الآن إذا أردنا أن نصلح بين الناس يجب علينا أن نعرف هذه الآداب، وعلى المصلح فينا أن يتحلى بها. بداية يجب علينا أن نذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب للناس ما لم يكونوا متخاصمين، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام استشهادا به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني امهلوهم. يقول للملائكة الله سبحانه وتعالى: إذا يجب علينا أن نذكرهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن نذكرهم بطاعة الله، وأن تكون أيضا يجب علينا أنا كمصلح للمتخاصمين أن تكون نيتي من ذلك العمل إرضاء الله سبحانه وتعالى. إذا، وذلك امتثالا لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وامتثالا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وضرورة الإخلاص، النية لله سبحانه وتعالى: أنا كطالب علم نيتي إرضاء الله سبحانه وتعالى، أنا أيضا إذا أردت أن أصلح بين المتخاصمين أصلح بينهم إرضاء لله سبحانه وتعالى. كما قلنا أيضا يجب علي أن أستخدم الكلمات التي يكون فيها لطف وفيها لين، عبارات اللطف واللين، وأيضا أن أحفظ أسرار المتخاصمين. إذا قالوا لي المشكلة أو رووا لي القصة
أو الحادثة التي حدثت بينهم، أن أبقي هذه القصة وهذه الاعترافات وهذه هذا الكلام الذي دار بيني وبين المتخاصمين، أن أترك في ذلك المجلس، أحفظ أسرارهم، أحسن الظن بهم، ألتمس لهم أعذار، أبقي هذه الأسرار فلا أذيع هذه الأسرار وسبب الخصام بين الناس وما ما حدث بينهم من سوء تفاهم، يجب عليه أنا كمصلح أن أحفظ هذه الأسرار ولا أذيعها. أيضا أرفق بين الرفق باللين أيضا، واستخدام قلنا القول اللين بين المتخاصمين حتى أعينهم على الإصلاح وفض الخصومات فيما بينهم، أذكرهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أذكرهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أذكرهم بالآية الكريمة التي قلناها أكثر من مرة، اللي هي إنما المؤمنون إخوة، إذا ضرورة أن يكون المؤمنين إخوة، وكيف تكون الأخوة؟ تكون بالتحاب والعدل والتسامح فيما بيننا البين أو البعض. الآن قلنا الرفق واستخدام الكلام اللين، قلنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، قلنا العدل. العدل، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلا يحابي المصلح. يعني أنا لا أقف مثلا مع أخي ضد ابن العم أو ضد جاري أو ضد من لا يوجد بيني وبينهم مصلحة، فلا أحابي، أقف مع الحق دائما وأسمع المتخاصمين، أسمع من الطرفين قبل أن أحكم بينهم. قلنا الرفق واستخدام الكلام اللين، قلنا العدل بين المتخاصمين وضرورة الاستماع إلى وجهات النظر، قلنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهي أول نقطة أنا بعتبرها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، قلنا النقطة التي تليها حفظ الأسرار بين المتخاصمين ولا أذيع أسرارهم وما دار بينهم من عتاب أو كلام. هذه هي الآداب. إذا فيجب علينا أن هذه الآداب أن نتحلى بها إذا أردنا الإصلاح بين الناس. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا هذه الآية دلالتها أن خير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى هي الإصلاح بين الناس. كثير من كلام الناس يكون بغير فائدة، لكن أفضل الكلام هذا الذي يدور بين الناس هو الأمر بالمعروف، الأمر بصدقة، الإصلاح بين الناس. ننتقل إن شاء الله الآن إلى مناقشة أختبر معلوماتي بعد أن وضحنا المطلوب أو النقاط المهمة في هذا الدرس. طلابي الأعزاء، ننتقل لأختبر معلوماتي. السؤال الأول: أبين معنى الإصلاح بين الناس، وهو السعي لحل المشكلات والخلافات بين الناس والعمل على تحقيق المحبة والألفة. إذ لأن إذا أزلنا هذه الخصومات وصالحنا الناس فيما بينهم، أصلحنا بينهم، دعوناهم إلى التسامح والألفة والمحبة، نحقق بذلك الألفة والمحبة، تعود العلاقات وتعود المياه إلى مجاريها كما يقال. إذا بالإصلاح بين الناس نحقق المحبة كما هو الأصل في علاقتنا فيما بيننا. السؤال الثاني: اذكر حكم الإصلاح بين الناس. حكم الإصلاح بين الناس واجب على من يستطيع القيام به من المسلمين. السؤال الثالث: اذكر أدبين من آداب الإصلاح بين الناس. من آدابها قلنا أن يقصد المصلح لمرضاة الله تعالى، أن يعدل ولا يميل إلى أحد المتخاصمين. ثلاثة: أن يحفظ الأسرار بين المتخاصمين أو أسرار المتخاصمين. السؤال الرابع طلابي الأعزاء، السؤال الرابع يقول: استنتج ضررين يترتبان على ترك الإصلاح بين الناس. الضررين اللي بيترتبوا على ترك الإصلاح بين الناس يجعل البغضاء والكراهية في قلوب الناس. إذا ما صالحنا إخواننا المسلمين مع بعضهم البعض أو المتخاصمين، يصبح هناك فجوة بينهم، يصبح هناك بغضاء، كراهية، حسد، عدم رد السلام بين الناس، ويؤدي إلى قطيعة الرحم أيضا. اثنين: انتشار المشكلات والخلافات بين أفراد المجتمع. ننتقل للسؤال الخامس: أبين رأيي في المواقف الآتية. ألف: سارع أبو أحمد للإصلاح بين جاره أو جاريه المتخاصمين، ما رأيكم في هذا السلوك؟ حقق مبدأ الإصلاح بين الناس والتزم به، الله يبارك فيه أبو أحمد. ب: كتم أبو معاذ الأسرار التي اطلع عليها عندما أصلح بين أخيه وزوجته ولم يطلع عليها أحدا، الله يبارك فيه، حقق بذلك مبدأ الإصلاح بين الناس والتزم به، إذن هو حافظ أو التزم بآداب الإصلاح بين الناس. لماذا؟ لأنه كتم الأسرار وهي من آداب الإصلاح بين الناس. جيم:
انحاز وليد إلى صديقه عمر عندما أصلح بينه وبين أصدقائه. إذا انحاز، وهذا النقطة، هاي النقطة ركزنا عليها في آداب الإصلاح بين المتخاصمين، قلنا العدل هنا لم يعدل، لم يلتزم بآداب مبادئ ومبادئ الإصلاح بين الناس، لم يعدل ولم يلتزم بالعدل أو آداب الإصلاح اللي هي ضرورة عدم الانحياز، يعني ما أوقف أو أعطي الحق لوليد على حساب الطرف الآخر. هيك بنكون أنهينا هذا الدرس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أسهمنا في إيصاله لكم سهلا بإذن الله تعالى. نرجو من الله التوفيق وقبول هذا العمل خالصا لوجهه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.